انا عايزه ارجع معاك بقى رحله للماضي. سنه 21 انشئ نادي الترسانة. ايه اول بطوله بقى؟ اول بطوله كان في 3 بطولات، كاس السلطان مرتين ودوري منطقه القاهره 26 27 28. جينا بقى خدنا اول بطوله كاس سنه 23. صحيح. 1923. صحيح. بعديها خدنا بطوله كاس تاني سنه 1932. دخلنا على سنه 54 خدنا بطوله، سنه 65 خدنا بطوله، 67 خدنا بطوله، اخر بطوله 86 كان جيل 3 محمدات اللي هو محمد رمضان، محمد فؤاد، محمد كمال. يعني 6 كاس. ربنا يزيد. ربنا يخليك يا فندم. طب وانت يعني من نادي عنده انجازات عريقه كده، مش زعلان ان مفيش دلوقتي انجازات؟ اكيد حزين، لان نادي الترسانه خرجت عمالقه اساطير. منتخب مصر كله كان من نادي الترسانه. المنتخب كان يخشد من اللعيبه من نادي الترسانه. من نادي الترسانه. اي لعيب كان يتمنى يلعب بنادي الترسانه؟ النهارده نادي الترسانه فين؟ درجه ثانيه. وده يرجع للاحتراف السيء. الاحتراف اللي هو ظلم الانديه الشعبيه. يعني النادي الاهلي مع كلمه احترامي وحبي ليه لما يروح ياخد ابو طريق واخد علي ماهر واخد محمد رمضان واخد عمرو سماقه وياخد حسين شكري. طب انت فضيت الترسانه، فضيت الاسماعيلي، فضيت المحله. طب هو كل واحد اللي تكسبه لعب. لا ما هو الاحتراف يكون مقنن. مقنن. الاحتراف يكون مقنن. ما انت بتاخد برضه من افريقيا وبتاخد من الدوري المصري. سيب اللعيب بتاعي. تحليل النادي الاهلي ونادي الزمالك او اي نادي ما بقاش محتاج لعيب. بس الكره اتغيرت دلوقتي، ما بقاش فيه بقى اللعيب بتاعي. صح. هو دلوقتي انت بالفلوس معاك القرش تاخد اللعيب كويس. صح كده، ما عشان كده الانديه الشعبيه ماتت. طب اشمعنى انت عندك انتماء كده؟ يعني اشمعنى النادي ما بيكسبش بقاله كتير وطالع في الدوري نمره 2 وكل حاجه وبرده بتشجع نادي الترسانة؟ متعني والله العظيم ثلاثه كل حبايه نجيله في النجيله دي متعتنا. كل حبات نجيله دي شارب على حسن الشاذلي ومحمود عوض ومحمود حسن ومصطفى رياض وشكري عبد الفتاح وبدوى عبد الفتاح وحمدي عبد الفتاح وعموله. كل النجيله دي عرقانة منهم. خش على موسى العاصم، خش على الشيوي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله عليك انت وعلى روحك اللي جوه. ربنا يخليك يا كابتن. ربنا يخليك. صنف بني ادم اللي ممكن يبقى عنده كل الحماس والولاء ده لشيء. في حد من الجيل الجديد متوسم فيه خير كده انه ممكن يحقق الانجازات تاني؟ والله احنا كان عندنا يعني كنت بتواصل بخير في 2 كابتن غزال راح احترف في سيراميكا بقول لك اللي عنده 17 سنه بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. وكان عندنا مصطفى حارس مرمى راح النادي الاهلي مواليد 2003 صغير. الموسم ده مشي برضه. طيب انا سمعت ان مرات حضرتك بتيجي معاك الماتشات وبتشجع وبتساعدك. تمام يا كابتن. فعلا كده؟ صح كده كابتن. ينفع نشوفها؟ اكيد طبعا.